ونتابع معكم شوط جديد مهرجان اكسبو 2020، الحدث التاريخي الكبير الذي تحتضنه دولة الامارات العربية المتحدة. نعود ونتابع الانطلاق الثامنة مشاهدينا من خلال هذا النقل الحي المباشر، الشوط السابع الذي ينطلق مشاهدينا في هذه اللحظات، وكما نتابع مشاهدينا من خلال قناة ياس وعبر الهواء مباشرة وعبر هذا الانطلاق الجميل. شكرا مخرجنا حسين السيد، شكرا جزيلا شركة أبوظبي للإعلام واتحاد سباقات الهجن على هذا التنظيم الجميل. نعود ونتابع معكم الانطلاق، نعود ونتابع معكم مشاهدينا بعدما شفنا اليوم أيام أيضا الرموز، ونهني أيضا أبو غانم الذي حقق مشاهدينا أول أشواط الثنايا في إكسبو 2020، هملولة حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، الشعار الاقتصادي اللي ما هو بغريب عليه هذا السبق، استاهل أبو غانم. الشوط الثاني أيضا كان هناك لحشيم المبارك بن ناصر ابن الرملي العامري، والتوقيت الجميل الذي حققه أيضا، نهنيهم على هذه أيضا الرموز والكاسات التي لا تتكرر مشاهدينا في القريب العاجل. نعود مشاهدينا نتابع معكم الانطلاقة ونتابع معكم المقدمة، وهنا انتباه أول المنتبهين من خلال الشوط، عبد الله بن محمد بن عويضان العامري هو من خطف الأضواء بشعار شاهين. الله الله يا أبو أحمد، المركز الثاني، المركز الثاني هناك قاد حمد بن مبارك بن سالم بن دغاش، نعم بن رغاش الشامسي، نعم أبو فيصل. الله يا أبو فيصل، الله المشاركة القوية في هذا اليوم مع الثنايا مسافات الطويلة، الله الله مع الكبار، الله الأداء جميل، الكبير مع الكبار. نعود والمركز الثالث اللي قادم مشاهدينا أيضا هنا الغزيل لعبد الله بن محمد بن سالم بن دعفيس الشامسي الذي وصل أيضا بدوره لينطلق في المركز الثالث مع هذه أيضا البكرة الجميلة شكلا ولونا مشاهدينا من خلال أيضا مشاركة أخرى قادمة هي ميزة، وميزة هنا أيضا مشاهدينا الأعزاء لعوض المبارك بن سعيد المهيري بن مبارك، هذه أيضا مشاركة في المركز الرابع، أداء جميل يقدم هذا الشعار اللي قادم من ميدان التراث، من ميدان سويحان مشاهدي الأعزاء، ميدان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان طيب الله ثناء. نعود مشاهدينا والمركز الخامس، المركز الخامس نتابع هنا الانطلاق مع زاهية لسلطان بن حمد بن أميرة الشامسي، هذا الشعار الأصفر الذي دائما يأتي بالعلوم القانمة مشاهدي الأعزاء من خلال مشاركاته الجميلة. نعود ونتابع معكم هناك دخول آخر وتقدم من قبل التي وصلت الآن كذلك هي، والغدوم مشاهدينا من خلال شعار سهيل سعيد بن سهيل بن هاشل العامري، هنا أبو سهيل أيضا مع غزوة وتليها مباشرة، واللي غيرت الآن وانتزعت المركز التاسع اللي غيرت الآن، وهنا وصول خفيفة لجمعة بن قطامي بن سعيد الخيالي، هنا عم أيضا موجود في هذه اللحظات مقطامي من خلال المركز التاسع والمركز العاشر الوصول والقدوم والتسلل، ووسام لحمد بن عبد الله بن خزام العامري. يا سلام على الشعارات، يا سلام على الأسامي، يا سلام على كل من أتى وتعنى وشارك في عاصمة الميادين. هنا مشاهدين الأداء الجميل، العودة مباشرة إلى الكادر الفوقي وإلى المقدمة وإلى الصدارة، وشوف الشوط انجره، شوف الشوط راح ما شاء الله تبارك الرحمن. شعار شاهين، شعار ابو احمد، الله يا عبد الله يا ابن عوضان، يا السلام يا السلام، يتقدم بهذا الانطلاق الجميل، ينطلق في مقدمة الشوط بانتباه، انتباه يا ابو محمد، انتباه يا ابو محمد مع انتباه عبد الله بن محمد بن عويضان العامري، يقدم لنا هذا الشكل المميز والشعار، يعرف طريق للانجازات، يعرف يحوم البودره في الاوقات الحرجه. الله الله الله، شعار بن عويضان الكل يعرفه مشاهدينا من خلال مشاركات القويه في الرموز وفي الاداء الجميل وفي الاشواط القويه. المركز الثاني شوفوا هنا ايضا قادم ابو فيصل، ابو فيصل حمد بن مبارك بسالم
بالنقاش الشمسي مع غادة واصلة بقوة ما شاء الله وتبارك الرحمن الأداء. شوف الانفراد، وانا ايضا مخرجنا يعطينا المسافة مع الكاميرا الاولى والثانية. السلام، شوف المسافة. ابو ايمن ايضا هنا يعطي ويطمش المشاهدين ويطمش الحاضرين ويطمش مشاهد الخلف الشاشات، لكل الكل يكون موجود مشاهدي الاعزاء مع قناة ياس ما شاء الله. شوف اللي وصلت المركز الثالث بعد هذه الصورة الجميلة والانطلاق المميز، وهنا ايضا الوصول من قبل الغزيل لعبد الله بن محمد بن سالم بن دعفيش الشامسي الذي وصل في هذه اللحظات وانطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع. كذلك هي الاخرى معزة لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري، وصول ممتاز بالمركز الرابع. المركز الخامس وصل اسم جديد، اسم قادم، وسام حمد بن عبد الله بن خزام العامري بدأ يتقدم هو الاخر. شوف من الجانب الدوني ام الشعار الازرق بالابيض، الوصول والقدوم مع غزوة سهيل او سعيد بن سهيل بن هاشل العامري. يا مرحبا ومسهلا. هناك ايضا الدخول الاخر والغدوم الاخر من قبل مشاركة مشاهدينا. هناك ديمة وصلت ديمة لسالم بن محمد بن علي بن حاذة الاكتبي. يا السلام يا ابو محمد، مشاركة عناوية قوية. الله، شوفوا ايضا وصول غدوم. هناك ايضا تقدم اخر وانطلاق اخر مشاهدينا من خلال مشاركة هنا ايضا شعار مظفر بن راشد بن سعيد بن الورع العفاري مع نوايا يا بن الورع. يا السلام يا العفاري. الله، وشوف اللي وصلت ايضا في المركز التاسع، انا انوار حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. يا السلام يا ابو غانم، يا السلام يا راعي حملوله، راعي اول رموز هذه الامسيه التي تسجل هنا مع الشعار الاقتصادي، احد الشعارات الاقتصاديه الكبيره ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك ايضا المركز العاشر والدخول والقدوم كما التقدم الاخر مشاهدينا من خلال هنا ايضا شعار سالم بن خليفه بالضبط الشمس. يا سلام، هنا نوادر وصلت ايضا بدورها وانطلقت الاخرى. شوفوا ما شاء الله وتبارك الرحمن، الكل ايضا متواجد، الكل ايضا عين على ايضا هذا الشوط وعين على ان يدون اسمه في هذا المهرجان الكبير، مهرجان اكسبو مشاهدي الاعزاء، التي ايضا هناك تكون هناك ايضا في التاريخ وفي السجلات، لان اكسبو مشاهدي الاعزاء الكل الدول قدمت ولا حصلت، لكن الامارات بيجو بأيضا حكومتها وبشعبها هي التي احتضنت اكسبو 2020. شكرا 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 للمعازيب مشاهدينا في كل مكان. نتابع معكم الأداء الجميل، نتابع معكم الشوط في هذه اللحظات واللي غيرت الآن وانطلقت مشاهدينا الانطلاق المميز. شوفوا أبو فيصل غير الشوط، غير موازين الشوط، انطلق إلى الصدارة مع غادة حمد بن مبارك بن سالم بالرغاش الشامسي. الله يا ابو مبارك، الله يا ابو فيصل. شوفوا الاداء، شوف الشعار العناوي الكبير، شوف الشعار العناوي. هناك ايضا نادي العين مصدر البطوله وما شاء الله تبارك الرحمن. هنا ابو فيصل ايضا بنفس الشعار عناوي كبير له التحيه. نعود مشاهدينا بالمركز الثاني، راعي شاهين وصل، راعي شاهين مره موجود في المعمعه، موجود في الاداء، موجود في الشوط مشاهدينا من خلال مشاركه انتباه لعبد الله بن محمد بن عويضان العامري. الله على الشوط، الله على الاداء. اول الواصلين في المركز الثالث، تخلصت المسافه، تخلصت رويدل لتاتي مشاهدينا الاعزاء هذه البكره اللي قادمه بقوه، قادمه بشكل مميز. وسام لحمد بن عبد الله بن خزام العامري، هذه اول ايضا البدن يوصل ويخلص الفارق بمعيتها. ايضا هناك ايضا الغزيل لعبد الله بن محمد بن سالم بن دعفيس الشامسي بدا يوصل ايضا بدوره. الله، وصل ايضا الشعار الاقتصادي، وصل شعار ابو غانم، وصل شعار حمد بن غانم بن حمود الظاهري، بدا يتقدم مره اخرى مشاهدي الاعزاء لينطلق هذا الشعار الاقتصادي الجميل مشاهدي الاعزاء في هذه اللحظات، وينطلق مع 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 انوار. هناك ايضا وصول، هناك ايضا قدوم، هنا ايضا الكل واصل مشاهدينا من خلال المشاركه القويه. هنا ايضا الشاهينيه حميد بن محمد بن سالم العفاري. الله 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 الله، هذا هو ايضا مشاهدي الاعزاء واصل بقوه، واصل باداء جميل يقدم لنا مشاهدي الاعزاء ابو محمد. يا سلام يا ابو محمد، حميد بن محمد بن سالم العفاري. الله الله الله، يا سلام، الكل واصل. عوده اللي خطفت الشوط الاول، اللي خطفت المركز الاول عفوا، والكيل الاخير. الله
راح من عويضان، راح إلى هسعين. شوف يوم بالفعل بالفعل ما شاء الله طرق من عويضان آخر كيلو في الميدان. الله، وبن خزام قادم وبن عويضان. الله الله، يا سلام يا سلام. شوف الشوط، شوف الأداء، شوف التقدم. انتباه عبد الله بن محمد بن عويضان، أعطني الثانية. give me come in number two please director. الله، هذه اللي وصلت، هذه اللي وصلت وسام حمد بن عبد الله بن خزام العامري. غيرت الشوط، انطلقت للصدارة، راحت بالشوط، دونت اسمها في سجل اكسبو. الله، اكسبو اكسبو 2020، وال500 منشولة، ال500 منشولة. الله، منشولة بالفعل في اللحظات الأخيرة. والمركز الأول، يا السلام. المركز الثاني، هنا أيضا وصول وقدوم من قبل شعار عبد الله بن محمد بن سالم الشامسي الغزيل، ولكن الصدارة راحت مع بن خزام العامري. الله، سلام سلام للعين، سلام لدار الزين، سلام بمعنى السلام. تحية واحترام بفوز وسام، وسام وسام، واليوم تحط وسام وتسجل اسمه. هنيا لك يا ابو عبد الله، سلام يا ابو عبد الله، سلام. سلمت يداك حمد بن عبد الله بن خزام العامري، يسجل اسمه بطلا في اكسبو 2020. سلام. المركز الثاني مشاهدي الاعزاء، التي وصلت بقوة كذلك هي لعبد الله بن محمد بن سالم بن عفيف الشامسي. والمركز الثالث التي وصلت بشعار مشاهدينا كانت الشاهينية لحمد بن محمد بن سالم العفاري، التي بالفعل اتت بقوة. بينما المركز الرابع كان ايضا هناك وصلت بقوة اسعد بن مكتوم بن سالم بن حميد الوهيبي، حرب اللي فاجأتنا. والمركز الخامس، المركز الخامس كانت التواجد من قبل شعار خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي مع روز. وتهانينا والناموس عودة الى الحركة البطيئة والاعادة مع قناة ياس، مع ابو ايمن مخرجنا ودايركتر حسين السيد والتايم. ساعة الوصول مشاهدينا، ساعة الوصول، تهانينا والناموس، تهانينا. 12 دقيقة وتحطم التوقيت مرة أخرى مشاهدينا مع شعار بن خزام. استاهل، استاهل مشاهدينا في كل مكان هذا الإنجاز الكبير وتحطيم التوقيت باعتباره أيضا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا لحمد بن عبد الله بن خزام العامري مع وسام، وأنت لنت للت الوسام والتوقيت في هذا المساء. المركز الثاني كم نمبر 2 بليز، 9:35 أو 12:35 و26 من الثانية كانت هي الأخرى التي وصلت بقوة مع شعار عبد الله بن محمد بن سالم بن عفيف الشامسي مع الغزيل. أما المركز الثالث أيضا وصلت بقوة 12:37 و27 من الثانية. تهانينا مشاهدي الأعزاء لمالك الشاهينية حميد بن محمد بن سالم العفاري، والناموس الجميع وزميل آخر.